حاجه اللي دارت لو تور ديال المغرب pendant une semaine وهي القصه ديال المغنيه ريم فكري. نعم قصه المغنيه فكري. ريم فكري مغنيه ممثله ممثله. الوغ ريم فكري حنا كنا غنهضروا على موضوع اختفاء الزوج في الحلقه اللي فاتت تاع بوسي ولكن خرجت انها فيك نيوز وكون ما هضرناش فيها. من بعد اكتشفنا ان ماشي فيك نيوز وهي بغات تقول بالعاني راه فيك نيوز. جو كومبرون باش ما يخليها ترونكي تقلب على راجلها هذيك الساعه في وسط المشاكل كاش خاصها التدخل تاع الميديا اون بلوس سكي في خرج في الاولى فورماسيون ديال الاختفاء ديال الزوج ديالها. هي حاولت ما تهضرش في هذاك الموضوع وجو كومبرون مراه راجلها مختفي غتبغي تركز في البحث على الزوج ديالها ما خاصهاش الصحافه تعيط ليها ولا ميكرو قدام دارها لا بيزو مينيموم دو ترونكيليتي باش تركز في داك الشيء اللي عندنا. إذا بينا نسمعوا خبر الوفاة للزوج ديالها أنه تختطف وتعذب وتقتل وتقطع الجسم ديالها. يعني قصة درامية صعبة جدا ما يمكنكش تصورها بالعقل ديالك أنها كاينة. غير جو بكنا حنا ما بقيناش في المغرب اللي عندنا هادشي ديال ريغليمون دو كونت وعصابة تجي بالكارت كارت ويخطفوك ويهزوك هادشي كنشوفو حنا غير في الأفلام المصرية والأمريكية. ما توقعناش أن هادشي يمكن واحد النهار يوقع في المغرب ويوقع لشخص معروف المغنية معروفة مغنية ممثلة معروفة. الوغ ليستواغ كانت بدات هي هادي ديال واحد السيدة تشوف لها الزوج ديالها مقتول نورمالمون بالنسبة لنا حنا شنو غتوقع؟ غتبدا لونكيت البوليس باش أول حاجة لقاو الجثة كاملة باسكو إلى حد اليوم باقي ما لقاوش الجثة كلها كل ما كنلقاو بلاصة باسكو تلاحت في شي نهر فلاحوا لو كادافر سكيفي حنا بالنسبة لنا كامل القصة خاصك دابا كدير البوليس باش يشدوا المشتبه فيهم دايوغ شد واحد معروف باسم تشغبو اللي هو من المشتبه فيه الرئيسي في قتل زوج الفنانة ريم فكري. الوغ القضية ما خدتش هاد المنحة كاع بتاتا ما سمعنا لا اونكي ديال البوليس كيلكو زانفورماسيون ما سمعنا لا ديتاي ما سمعنا حتى شي حاجة سمعنا على العائلة ديال هذا السيد المتوفى هي اللي شفناها باختو سور انترنيت في جميع المنابر الالكترونية باختو لي ديكلاراسيون في جميع الانحاء. شوفوا كلكو ديكلاراسيون ديال الاب وديال الاخت ديال السيد المتوفى الزوج تاع ريم فكري. كتشوفش عنده شي دخل في هذه الجريمه واش انا كنتهم كل شيء لان ملي تزوج بها هو عنده المشاكل من نهار تزوج بها هو تزوج بها نهار 26 في شهر اوت 2023 وهو عنده المشاكل حتى لحد الساعه فهمتي كتشوف هي عندها شي امها ملي جات دخلوا للدار ونقزوا ما عندهمش الحق ينقزوا كانوا يعيطوا كل نيتهم مزيانه كانوا يعيطوا للشرطه يجيو هما نقزوا وحلوا الباب ودخلت ومشاو استغلوا كاش كاين في البيت من الفلوس ديالو ولا شوف اشنو كاين ونقاو الدنيا. انا جيت لقيت انا السبت جيت لقيت الدنيا بروبر نقيه ما كاين حتى حاجه تقول داز كل شيء حيت كان الاموال ديالو كان الكوفر ديالو محلول. ديكلاراسيون اللي هي ديجا للسيد مع الاحترام ديالي لهم للاب للاخت للام حتى واحد ما حزين ولا عليه علامات الحزن ولا 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 عليه ولا عليه حس البكا ورا ولدهم مات جون مات مقتول مات على غفله ما عليهم حال الصدمه ما كاينش كاع دوك الاثار. دي ديكلاراسيون خارج على الكونتكست تماما ديكلاراسيون فيها القذف فيها التشهير فيها السب كيفاش راها مع شي واحد في علاقه واحد في كولومبيا واش عارفه شنو هي الهضره كتقولي انك كتهمي مراه مجوجه انها على علاقه مع واحد اخر واش عارفه واش عندك دليل واش عندك دي بروف واش غنجي نقول هاد الهضره ميم يكون عندك دي بروف. المشكله اللي وقعت ان انا بصراحه اولا كنتقدم بأحر تعازي للفنانه ريم فكري وحاجه انا اللي خلعتني ان كيف قلتي تشوي بالسمعه ديال السيده تشوي بالسمعه والناس دخلوا في دي ديتاي اللي ما خاصهمش اصلا دخلوا فيهم اوني با سونسي نعرفوا العلاقه اللي كيفاش كانت كانوا كيتخاصموا كانوا كيتضربوا هي اللي لوان دو هاد لي زيستوار واحد الكوبل واحد السيده ما بقاتش فاهمه مع واحد السيد دابخي لا فيرسيون ديالهم. حنا دابا قدام جريمه قتل هاد السيد تقتل والقضيه فيها فنانه وفنانه مشهوره ويلاه بدات المسيره الفنيه ديالها الي جون لا في يمكن عندها 23 ولا 24 اون الي تري جون دونك شفت واحد العدوانيه في ديجا في لي كومونتير ديال الناس لان الناس كيتبعوا اشنو كتقول ام الهالك والوالد ديالو اختو
فكان واحد التنزيل وكل مره كنسمعوا فيرسيون في شكل مره هو كان خدام هنايا كان موظف شويه ما عندوش شويه هاد الدار ماشي ديالو شويه راه ديال مرته الاولى شويه نقزوا من الحيط ودخلوا شويه ليله الدخله شويه عطاها في الصداق شويه داروا العرس واش حنا قدام جريمه قتل ولا كندويو على عرس واش هاد الناس ما فهمش واش هاد الناس عندهم شي عقل ولا ما عندهمش واش حنا بلاص منقلبوا هاد السيد شكون اللي قتلو الاسباب علاش هاد السيد قتل ونعرفوا واش هاد السيده حياتها مهدده شي يمكن قتلوا راجلها وغيدوزوا قتلها هي اصافوا حاجه اللي ما كنتمنوهاش ليها مي هاد الناس كنشوف انا ما فهمش الرحمه نهائيا كنشوف ان ولينا في واحد المجتمع كيقذف بحياه الناس كيف امور شخصيه اللي ما عندش البيبليك علاش يعرفها إذا كانت شي حاجة بين العائلات بجوج وما فاهميش دونك داكشي كيفرتكوه بيناتهم ما عندناش علاش نعرفوا الحيتيات امتى خرجت امتى مشات شنو قال ليها شنو قالت ليه فكنتمنى من صحفيين من الناس كلهم اللي كيكتبوا دي كومونتير نيجاتيف لهاد الفنانة او لاي انسان بلا ما يكون فنان تقصوا الحقائق بين جوج الناس هما اللي عارفين شنو بيناتهم دونك ما يمكنش حنا نجزموا بشي حوايج اللي ما كاينينش فشويه تريط قلبوا بعدا على جوج تاع ديالكم دفنوه هي الاولى الله يرحمه مسكين الله يغفر ليه الله يصبر هذيك البنت الله يصبر ريم الله يقويها فما نتمنى حتى شي واحد يكون بلاصه لي انا طاح لها ضغط كثير بزاف كنشوفوا بلي الفنانه مسحت الانستغرام ديالها غتكون في ان ديبرسيون لان من غير الضغط ديال لابيل فامي نورمالمون موت راجلك راه هي مك ثانيه فكان هذا الشيء خليوه بيناتهم ما يخرجوش ويديروا بوك ويشوهر يوصهم انا فهمش هاد الناس كيعطيو وجههم لي ميديا واش ما عندهم عائلات ما فهمش كندخلوا في دي ديتاي ديال الدخله ديال العروسه الهدايا اللي جاوها العرس بشحال تقام حشومة كساسوارين فكري ولا كساسوار فنانة معروفة ولا أي شخص كيف ما بغى يكون فيزافي الجيران وفيزافي الخدمته وفيزافي العائلته فالله يهديهم والله يهدي الناس وتا الناس متقوش كتبوا دي كومنتير نيجاتيف ران الإنسان مشوي فاحد لابيرسون اللي كان معاها أبخي كونو غير طلق ومكانش هاد القرى جريمة قتل ومات في واحد الشخص اللي انتي كتعرفيه وبينكم وبينه بزاف الحوايج أو لا دونك فالله يخليكم ترياتوا شوية على الناس شبونس قلتوا كل شيء غير هي pour Rim Ras Hidet heureusement Madouach je pense qu'elle est bien entourée je pense que l'avocat Diallo ou Arab Zef parce que je trouve que les interventions Diallo le Meban le Medoui le WhatsApp qui est sur les réseaux sociaux هي حيدت من réseaux sociaux je pense qu'elle تبع النصائح ديال الافوكات ديالو ce qui est normal parce que هادشي اللي وقع لهاد بنيتم الله يحفظ moi j'adore Rim باقا صغيره جوجات ولا ما تجوجات بلا بون بيرسون هذيك قضاء وقدر لا فامي لا بيل فامي جايه من برا مع ما كتهضر جو بونس كو واحد عنده فيرسيون ما نقدروش نتافونسو في شي فيرسيون تتسالي لونكيت هادي كاينه في لا لوا سينو غادي نطيحو في التشهير نطيحو في ماشي صغير فين دونك سي ميو نشدو واحد نديرو واحد خطوه للور ونهضروا على ريم انها خاصها تسكت وأن خاصها تكحش شويه كال فيف سون دوي وبتاتر با ما عرفناش حنا الحاله ديالها كي دايره ولكن بور سون بيان متبوعه دابا دونك خاصها فريمون سو روتير هاد شويه تسمى لي ريزو سوسيو ما تدوش تشوف لي كومونتير شوف شحال لي كومونتير سي با المومون تحيد من لي ريزو سوسيو تبع نصائح جوريديك لا راه واخا تحيد سمحيني قطعتك راه الناس كيصيفطوا لك هادشي واخا انت تبغي تحيد منه راه الناس كيبقاو صيفطوك لان الناس ما عرفتش واش كيتلددوا بالم الاخرين كيصيفطوا لي فيديو ديال خاصها حتى الهاتف النقال ديالها وكيجيو يعاودوا لك الناس راه مسالي راه شد عليك الطياره ومشي باش يخلوا داك اللي عرفتي شنو غاقع شنو طار الا كان هادشي ماشي فقسك ويضرب الا كان هادشي غيوصلها نصيحتنا ليها هي انها تخدم على المونطال ترجع للور ما ترياجي ما دير حتى حاجه لا اي حاجه غديرها ترجع عليها وعاد كيطلعوا ناس كيقول لك حنا اقارب ديالها وما عندهم حتى علاقه بها ها اللي انا خوها انا ودعمتها من الناس باغي تركب على الموجه الله يهديهم لا بزاف ديال الصحافيين يقولوا كيهضروا معاها فمعها عائلتها راجلها واحد الحياديه لا بصح مهضر في كولومبيا يعني كنت كتخونه بصح كيكدو الكلبة وقعتها هي ما رحموهاش ما ننساش بالك الكلبة لكوا فعل السام وشدوا الميكرو الميكرو كلبة فعل السام ما ننساش غدا وكتكمع الكلبة ما ننساش لي الكل بحال كانوا معاهم أغنى حدا نعمل حلو حتى هي الحياة ديال الصحفي اللي كيانترفيو بصح كانت مع شي كولومبي ياك فين خليجي من كولومبيا بصح كتخونو ياك حتوما خويا انت صوصي حنا غنمشي معاك بعيد كاع صوصي نقلا فورماسيون ديجا
الطلاقة المصورة مهمة. ماذا استفدنا احنا؟ بغيت غير نفهم علاش هاد عائلة هاد الراجل هذا عندهم هاد الحقد على الفكري. الورد بزاف الورد الورد سيرتي قد ما عرفتش لا لان كل مره فيرسيون كل مره لا كل مره كل مره كتخرج فيرسيون مره هو راه غير كريم مره الدار ماشي ديالو مره هو خدا في صوت خدا بال مره هو حقا هذه مره حنا اون باسون سنعرفوا هادشي كله حنا كنعرفوا واحد السيده مكلومه في واحد الشخص سيتو هما عائلتهم هما الاولى خاصهم يكونوا مقروحين لا ما مقروحينش ما مقروحينش دابا كيطلع تاخذوا التراب هما كيبانوا غير مخلوعين ماما مقروحي ما مخلوعين هما كانوا مخلوعين ملي خرجوا من عند من المحكمه جو بونس قالوا لهم باش تكتب باسكو ابري ملي دخلوا المحكمه وخرجوا ما بقاوش طاب انترفيو عاوتاني باسكو بحال حيت دونك كيطونكور اش كتقول اون كيطونكور ما عندكش الحق تدوي الهضره تيقولوا راه غرافي راه خاصني حيت لا بيرسون تقدر تديهم لان هذا التشهير داكشي علاش لافوكا ديالها خرج داك الوثيقه قالها كاتب في الوثيقه ان نايغرا صيفتها ليكيب ديال الاعداد ريداكسيون ديك الوثيقه فيها داكشي باين هانتو مريم فكري الي اون دوي رجع للور اللي قال شي حاجه عليها لي نيجاتيف او هذا يتحمل مسؤوليه سي تان افيرتيسمون دونك من تما جو بونس كو تا لي زوت افوكا خليو لي افوكا بيناتهم كاينه اون انكيت خاصها تكمل ما يمكنش كاع داكشي اللي داير بهاد لونكيت ما خصوش يعني شي حاجه سورتو بوغي ما خصوش يعني شي حاجه مي سي دي ريغلمون دو كونط دو بالفامي